الله يعينك يا ميم عايشك. شنو احوالك؟ لاباس الحمد لله. لاباس عليك؟ لاباس. احكي لي على الوضع الفلاحة، انتم اللي يسموا فيكم الكادحات، انتم انساء تونس، انتم احرار تونس. عايشك. هلا غالب هذاك الوقت نخدم 12000. 12 دينار. 12000. ايه. نسرتوا ونجم 3 ونص. ايه. ما 3 ونص. شنو 3 ونص؟ ما 3 ونص نبدا نحضروا في ارواحنا في ديارنا. و 5 ونص نسرتوا. قوم 3 متاع الصباح؟ ما 3 متاع الصباح. ما ثلاثة ونص نحضروا فطوراتنا ونخرج ونخدم ونجوا ما نوصلوا هنا لخمسة ونص ما نفطروا ما هذا نكون السابعة كيك <applause> <applause> ونبدو نخدم ونروح على أربعة على 12000 ألف يعني نهار كامل تعدي حتى النوم ما تشبعش بالنوم لا النوم لا نشبعوا بيه صدق النوم لا نشبعوا بيه أن نفزوا نجو نخدموا باش معناتها نوكلوا الصغار و... وواحد ما دام قاعده في دارهم زيد ما تخدم على روحها معناها ما عندناش معناه حاجه معناتها علاش الواحد يرجع معناها أه؟ وروحوا قلت لك روحوا معناتها لاربعة ونص مرات لاربعة نروحوا تعبين اقسم بالله تعبين حتى غسيل الصابون نغسلوه في الليل سمحني باهي نرجعوا 12 دينار 12 دينار يمين ما شنو يعملوا لك تو نعرف كل شيء غلي كل شيء يزيد كان عجبك ألف كل كان عجبك مدام نقول كان عجبك و... عجبك يخدم ما عجبك الدارك دارك ما عجبكش دارك هذاك كيفاش ما نجمش تشد دارك انت باش ما نشدوا ديار نشدوا ديار ونقعدوا ونحنا قاعدين وما مش تاكل والعيالات كيفيش ما وضو توهو وجي الماء والضو الواحد يحير مرات حتى الماء يجيب بكثرة لا نغسلو ساعات ما نغسلوش خلاص نحن نغسلو في وقت برك ويجي الماء سبعين ألف اثنين سبعين, سبعين ألف حتى المئة ألف هذاك علاش نخدمو نحن البلاصه نحن اليوم في حاجب العيون شو اسمها البلاصه هذه بالضبط هذه يقولوا ولاد عبيس ولاد عبيس انت منين جيت انا جيت من مشيخة القنطر قديش بعيدة على الخدمه ما نعرفش كيك جي على رجليك ولا لا في النقل نقل نقل نشوف ما زلتوا تركبوا يعني ما الكربه معبيه ولا كيفاش مرات معبي ومرات لا ما هو زيد هذاك هو ما نشوف الكرهب باش يجيبنا في كرهبه خاصه الخدام هذاك هو علاش ما تجيش في كهرباء خاص؟ هكا باش نمشي في كهرباء خاص ما نمشي نخدم في دار الكهرباء سامحني عاد كان طولت عليك وعطلتك شويه الكهرباء اللي تجوا فيها قداش فيها؟ قداش ركبوا فيها الخدامه؟ اقل حاجه قداش؟ اقل حاجه 16 17 13 17 في نقل؟ اي في نقل باش نكذب عليك الواقع راه متحذف صراحه سامحني 17 في نقل متر ونص على متر كيفاش؟ لا لا بعاد على بعضنا واني متلف 17 و بعض ما كان كان جبت جيتو ما كنتش بعض عاد كان هنا واحد حلفهم واحد في الهواء كان موت دخل موت تخرج <applause> يعني الثلاثة ونص نتاع الصباح تعرض في روحك للخطر تجي في النقل ونعرفوا الله اللي يقدر يعني برشا حوادث صارت يعني في النقل وبرشا ماتوا الله يرحمهم على جيرة 12 دينار اليوم يا غير باش مش, مش نعملوا اه هاي حسب رايك الضو الضو مش يرحم يتسنوا حتى اللي خلصوا الماء مش يتسنوا يقول لك تخلص قسم المنقيل هكا ولا لا هذاك علاش الدوله شنو عطاتك الدوله التونسيه اليوم من المسؤولين ما حسنولكش الوضع شويه ما, ما فهم الشهريه ما خانجو كل يجيو ماشي نخبوا ذا اللي جابه كل واحد جاي يروح ونعمل ونداني نعمل لك الحاجه كل حاجة اقسم بالله يا نكون الزين خسرني كان في كان في الانتخابات يجيو نمشوا بامين من كنا قبل نمشوا معناتها ما نخافوش تو أقل تقل ذا اللي خايفين معناه ما وفرونا حتى شيء في الانتخابات يجوكم هي في الانتخابات يخرجون وكل واحد يقول نخبوا لنا هذا بالحق هم اللي شنو كلمتك المسؤولين نعم. تو خلينا نخلوك تخدم على يعني روحك شوفوا الوضع شوفوا الوضع كيفاش خاطر رأي الناس مساكن عيالات و... وجي الماء ياسر وجي الزو والمصاريف غلط توك طيب تمشي بالله بكري كانت 10000 تقضي قفه تو ألف ما تعمل حتى شيء والله لا تعمل شيء ألف والصغار تتقارن مساكين ثم اللي ما تونا معايا ثم نساوين والله الظروف على قد مساكين ستة وسبعة صغار واربعة صغار وما عندهمش معناها حتى ما نقول قصة ديمية معنا كل حاجة يجي في وقت واحد هذيك علاش معناتها لاباس عايشك شنو وضع الخدمه شنو وضع وجوها بيه وبيع ونوسع في بيه ولا بيس نوسع في بيه منين ولبيس. جيت انت تو منين لا. ايه منطقة القندر حاجب <applause> <عيدة شوية. تصفيق> العيون بعيدة شوية؟ هكا حاجب العيون هكا علاش تجي انت بالخدمة؟ نجيب الكرهبة، الناس يجيبوني في الكرهبة هناك، يكرهوني ويجيبوني نخدموا ونروح. عبي الكرهبة ولا؟ شوي شوي قداش فيها؟ فيها 11 ولا نكتب قديش تخدم انت تخدم في الفلاحه بقديش؟ 12 دينار اه لك دينار يعني يعاونوني في الجمع يعاونوني نخدم ست ايام ثلاث ايام اربع ايام يعاونوني مصروف واحد خير من القعده مصروف خير من قاعد اخوي تخدم تصرف ما تخدمش تلقى مصروف ولا هكا أكبر شوي شوي كي ما تخدمش كي ما نخدمش ساعات حق خوزة ما بيش كل <applause> مره كيبيش مره منافق مره كاك كل مره كيبيش حقك انت في بلادك هكا شوي شوي حق ما عنديش برش حق شوي تعرف خليها من الشيء البارح متوفي بابا ماما متوفي بوي متوفي يعني في دارهم في؟ اه بابا متوفي وام متوفي في دارهم يرحمكم عيش انا نخدم روحي خير من نقعد قاعد نخدم على روحي خير من نقعد قاعد عجبتك العيش انت والوضع؟ انا كيك ما خير ولا ما ثمش خلاص خويا <applause> ما خير ولا ما ثمش خلاص شنو والله يا خويا تشوف فيها منطقه خويا مهم هذه ياسر معلم فهمني ما فهميش خويا ابسط الحوايج معلم سبيطار موضوع فهمني هاك تشوف انت سبيطارات الجامعيه كل خويا في السواحل وفي تونس واحد واحنا ما عندناش حتى سبيطار جامعي خويا لان فهمني باش يهزهم مريض خويا من هنا حتى لتونس خويا ساعات يوصل في في شطر ويموت فهمني؟ نحن في سيدي بوزيد هوني لا فم لا تنميه لا استثمارات لا حتى شيء ما فما شيء خويا حتى ابسط الحوايج خويا كياسات ما فماش صحيح فهمني كلها مكسره كياسات وقناطر خويا فهمني ما فما شيء خويا ناقصه برشا حوايج البلاد هذه وما وتجي حتى المسؤولين تجي يقول لك نعمل وندني واحد ويمشي على روحه ما فما شيء فهمني جيست فك الانتخابات يجي باش نعمل وباش نجد واحد ومن بعد ما تلقى شيء بعد يمشي على روح سبيب المنطقه هوني كيفاش يعيش؟ يعيش كان عمل شويه فلاح يزيد من بعد خويا طيحوا في السوم ويحسبوا دوابك الحسبه خويا واحد فهمني ومن بعد المنتوج خويا طيحوا في السوم بالعاني ولا مرمى ولا حاجه خويا ما عندهم حتى شيء لا ما عندهمش ما عندوش معنا قطاع باش يخدم فيه به فم معامل لحتى شيء فهميش فما زوز معامل خويا على رواح يجيبوا في الخدامه من برا فهمني هكا فهميش حاجه معنى باش تعمل عليها في البلاد اليوم خاصة شباب المنطقة كي عمل شوية فلاحة مشي يخدم ما يخدم يسقاط ما فماش لا دولة لا مسؤولين ما فهميش خويا الدولة خويا ما تشجعش شابية بلان ما خدم مشي هذا شوية مرم ما خدم لقى خويا قوته باش يعيش ما خدمش خويا ما عنده حتى حل فهمني ما عندوش حتى مدخول فهمني ومهمشين ياسر خويا البلاصة اللي هنا علاش المناطق الداخلية ملي فيها لا استثمارات لا تنمية لا حتى شيء محقورة بين قوسين علاش خاطر خويا الكل خويا تعمل في تونس وفي سوسه وفي مستير وواحد فهمني ولا هني خويا حاقرين هالعبيد ما فهمتش علاش فهمني ما نعرفش خويا ما خاطر ما نعرفش ليه ما نعرف رسيتك المسؤولين شنو؟ اه رسيتك المسؤولين خويا يرحم والديكم سايبولنا البلاد خويا أنا نعيشوا عندكم مواضيع خويا سياسه في بعضكم خويا اضربوا بعضكم غادي بعدون فهمني يخلو لنا خويا لبقاء خوي شويه فلاحه شويه شويه استثمارات لنا وانتم خويا في بعضكم خويا اعملوا حل في بعضكم